السلام عليكم، حبينا نعرض لكم بعض الجيفاويز اللي هي المضيئة جمعناها مع بعضهم. عندك أول باور بانك ده ممكن نطبع عليه UV زي ما انتم شايفين، وممكن نحفر عليه أو حفر فقط يعني as you like. يعني كل باور بانك ده أقدر أنوره لكم عشان أوريكم الإضاءة. طبعا هو لونه أحمر، لكن احنا متعودين دايما نحب نصور كده بالموبايل، يبقى الموضوع كده على طبيعته. يعني الصور ساعات بتبقى خادعة، لكن الموبايل بيدي يعني رياليستيك أكتر. في أشكال كتير من الباور بانكس، هسيبكم تتفرجوا عليها بقى براحتكم خالص. ده ميزته إن هو بيلزق في الموبايل، يعني تقدر تحط الموبايل ويلزق فيه من ورا. دي الميزة اللي في الباور بانك ده. الاختلافات بين كل باور بانك والتاني، اختلافات السعر مش كبيرة قوي، بس طبعا في ساعة أكبر من ساعة تانية. الامبير هنا اعلى من الامبير هنا مثلا، حاجات يعني مش كبيره قوي في الاسعار. يعني دي اشكال مختلفه. طبعا مش شرط الحفر يبقى بالعرض او بالطول او كده، ده حسب اللوجو بتاعك انت. hope you like it. يعني برضو فلاش ميموري برضو نفس الموضوع، بيبقى بينور، وده برضو شاحن الموبايل تحط فيه اللوجو بتاعك. الحاجات دي بتبقى لطيفة قوي وجديدة مش منتشرة. هو برضو USB تاني، فلاش ميموري برضو. ده شاحن وايرلس، شاحن موبايل وايرلس، تحط الموبايل كده فوقيه يشحن على طول، وتحط اللوجو بتاعك زي ما انت عايز بالشكل ده. برضو يعني يونيك جدا وحلو جدا وفاليو قوي، تدي لأي حد. ده حامل موبايل برضو حلو، برضو لطيف قوي، يعني مطلوب ومش منتشر. وبرضو شاحن، يعني هو حامل موبايل وبرضو شاحن موبايل، الاتنين مع بعض. دي مجموعة فلاشات برضو بتنور، بس الفلاشات اللي بتبقى كريستال كده اهو مش بيبان فيها النور قوي دلوقتي قدامكم، الا لما تحفر عليها زي ما انتوا شايفين في الازرق ده. تحفر عليها في النص يبتدي يظهر اللوجو بتاعك، لكن في الوضع الحالي ده هتحس ايه ان الاضاءة خفيفة، لكن هي الاضاءة كبيرة. شايفين كده، تحس ان الاضاءة خفيفة خالص ظاهرة من بره، بمجرد ما تحفر في النص يظهر كويس جدا، وتحفر ده برضو في النص يظهر كويس جدا اللوجو. دي هدية مختلفة خالص، ده شاحن عربية جميل جدا، يونيك قوي. بتحفر في الازاز في النص زي ما انتوا شايفين كده اهو، تركبها ينور اللوجو بتاعك في نص الازاز، وتحط بقى الكيبل بتاعك بس في الموبايل بتاعك. يعني I think لو طلعتوه للناس الفي اي بي اللي عندكم هيبسطوا قوي. ده الباور بانك، حفرنا عليه بالليزر زي ما انتم شايفين. اللوجو صغير جدا، الديتيلز بتاعته عالية قوي، بس الحمد لله احنا بنطلع كل حاجة كويس جدا بفضل الله زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني whatever كان الكلمات صغيرة قوي،
بتطلع ممتازة زي ما هو واضح عندك. أشكركم جدا.